صلاح، قبل ساعة من الآن غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مصلى أقامه الفلسطينيون في محيط المسجد الأبيض في مخيم الشرق شمال غرب مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى حتى هذه اللحظة إلى ارتقاء 11 فلسطينيا وتسجيل نحو 20 إصابة. من بين هذه الإصابات وصفت ما بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة، حيث تمكنت الطواقم الطبية وتحديدا جهاز الدفاع المدني الوصول لمكان الاستهداف، وانتشل هؤلاء الشهداء وكذلك نقل أعداد كبيرة من الإصابات إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي نحن نتواجد فيه الآن، حيث تودع في هذه الأثناء العائلات جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا الاستهداف المباشر، والتي وصفتها الطواقم الطبية بالمجزرة الجديدة التي تضاف إلى سجل حافل بالجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية تجاه الفلسطينيين المدنيين العزل في مدينة غزة وفي كافة محافظات قطاع غزة، كما جرى في منطقة المواصي في خان يونس. ولكن الآن في مدينة غزة بين حين وآخر نستمع إلى عمليات تجدد للقصف المدفعي، ولكن انخفضت وتيرة القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية بالنسبة للأيام الفائتة بشكل ملحوظ، وتكتفي على ما يبدو القوات الإسرائيلية وطائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية باستهداف بعض المباني والشقق السكنية كما جرى صباح هذا اليوم ويوم أمس في منطقة الجلاء، عندما قامت المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف أكثر من شقة سكنية، وأدى بطبيعة الحال إلى ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين. نقل إلى المستشفى المعمداني وجزء آخر نقل إلى عيادة عدوان وكذلك مستشفى كمال عدوان الذي تعمل مستشفيات شمال القطاع ومدينة غزة بأقل الإمكانيات المتاحة وبأقل الكوادر الطبية المختصة، وبالتالي مع عدم الوقود والمستلزمات والمستهلكات الطبية التي تستخدمها الطواقم الطبية من أجل إنقاذ حياة الفلسطينيين، هناك كثير من الطباش الحريق تتعرض إلى الوفاة نتيجة عدم التمكن وتقديم الرعاية الأولية. حتى هذه اللحظة صلاح، بين وقت وآخر تقوم الطائرات الاستطلاع بالتحليق الملحوظ وعلى مستويات منخفضة ومرتفعة في كافة عموم مدينة غزة وشمال القطاع، وتقوم هذه الطائرات بتحديد أهداف للطائرات الحربية الذي يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها أهداف تتبع للفصائل الفلسطينية والشقق والمباني السكنية التي يرتقي فيها الأطفال ونسائهم يدفعون لعناصر للمقاومة الفلسطينية. وعلى ما يبدو أن الجيش فعليا انتقل إلى المرحلة المسمى بجيم أو المرحلة الثالثة في مدينة غزة وشمال القطاع، ويكتفي بشن غارات إسرائيلية يصفها كما تحدث خلال الأيام الماضية باستهداف واغتيال قيادات بارزة في حركة حماس، تحديدا كتائب الشهيد عز الدين القسام في حي الشجاعية وفي حي تل الهوى وغيرها من المناطق التي تحدث بها الجيش الإسرائيلي. إذا ما تحدثنا أيضا على المناطق الغربية حتى هذه اللحظة، هناك تواجد لبعض الآليات العسكرية رصدها تحليق وتكاثر، تمكنت الطواقم الطبية من صباح هذا اليوم بانتشال مزيد من جثامين الشهداء التي كانت ملقاة في محيط منطقة الكتيبة ومنطقة الأزهر في مدينة غزة أو غرب مدينة غزة، بعدما تراجعت الآليات العسكرية من تلك المناطق، لأن بالأمس كان هناك أعداد كبيرة أو قبل اليومين الماضيين أعداد كبيرة من الفلسطينيين وصلوا إلى مقر الصناعة ومناطق مختلفة من تل الهوى وحارة الريس، ووثقوا وفق المصادر الطبية جرائم إسرائيلية ارتكبت بحق أكثر من عائلة فلسطينية كانت تتواجد في الريس. القوات الإسرائيلية اقتحمت هذه المنازل وقامت بالتحقيق مع هؤلاء النساء والأطفال ومن ثم قتلهم ومن ثم إشعال النيران في هذه المنازل. على أي حال الوضع الميداني لا زال يعني يشهد بين حين وآخر استهدافات إسرائيلية، كان آخرها في مخيم الشاطئ الذي أدى إلى ارتقاء نحو 11 فلسطينيا وتسجيل 20 إصابة بجروح متفاوتة. أشكرك على كل هذه المعلومات تامر دلول مراسل الغد، كنت معنا من غزة، شكراً.